بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنقدم فيه موقع متميز جدا 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 في فكره يعني تلخيص المقالات باللغه الانجليزيه طبعا، وبيترجم وبتكتب سؤالك بالعربي وبيديك اجابات بالعربي، لكن ميزته الاساسيه فعلا هو قدرته على تقديم محتوى ممتاز جدا جدا في تلخيص البحوث التي ترفع على المنصه بتاعتك. الموقع طبعا في جزء مجاني، وبالتاكيد لو استخدمت الرابط اللي انا حاطه لك هتحصل على اوفرز افضل. كل اللي مطلوب منك هنا، عشان برضو هنا يعني مفيش حكايه الجيميل وكده، هتكتب الايميل بتاعك، وبعدين هيبعت لك فيريفيكيشن كود، وبعدين هيبدا. خليني بس نمشي معاك خطوه خطوه. يبقى اول خطوه هنيجي نكتب هنا الايميل بتاعنا. بعد ما بكتب الايميل بتاعي بعمل سند كود، يعني ابعت لي الكود بتاعي. لاحظوا هنا وقت ان بيبدا على طول يقول لك الكود اتبعت، قدامك 60 ثانيه عشان تحط الكود وتكتب الباسورد. بعد ما رحت على الايميل بتاعي وبعت لي الباسورد او الكود اللي هو بعته، هنزل هنا اكتب الباسورد اللي انا عايز استخدمها، واقوم جاي عامل كرييت اكونت. كرييت اكونت طبعا المفروض يعني ان انا الامر سهل جدا، لكن ما عندوش فكره اللي هي فكرة ايه؟ فكرة ان حضرتك تستخدم ما يطلق عليه الجيميل مباشرة، لا دخل الايميل بتاعك عادي. طيب تعال بس نروح نشوف البرايسنج بتاعته، الاسعار، علشان نقدر نقيم الموقع. احنا في النسخة الفري اللي بيسمح لي ب 30 سؤال في اليوم، يسمح لي احمل 3 ملفات يوميا، الحجم الملف او عدد صفحات اي ملف لا تزيد عن 30 صفحة، وده طبعا حجم كبير جدا للبحوث للاجنبيه، لكن البحوث العربيه طبعا حجم الملف 36 ميجا بايت، حجم كبير جدا. سبورت بي دي اف 5K طبعا، توكنز بي دي اف، لان الملف اللي انت بتحمله يعني بيبقى له ميزه معينه في انك انت تقدر تطرح عليه بعض الاسئله. يعني انت عندك 30 سؤال يوميا، وده شيء كويس جدا. يعني النسخة اللي بالمقابل أنا حاسس طبعا إنها حتى رخيصة جدا، إنه بيسمح لك ب 500 كلمة، لكن وات ايفر، كل واحد يقدر ظروفه على قد إيه، على قد اللي هو عايزه. خلينا نجرب الأول، نجربه فور فري، والخطوة بتاعته ببساطة. أنا زي ما أنتم شايفين يعني الأمر بمنتهى البساطة زي ما أنا شفت كده. كل اللي مطلوب مني هو أنا طبعا أحمل ملف من هنا، أقول له يا إما نعمل دروب للملف يا إما إن أنا أحمله. فأنا هقول له كده والله نشوف ملف من الملفات، وليكن انا كنت طبعا ان هو ناخد الملف اللي هو بتاع يعني، وليكن الملف ده، واقوم جاي محمله بهذا الشكل. الملف هيبدا يحمله ده تقليديا، هيبدا يحمله وبعدين يظهر لي الملف، وبعدين يبدا يحط لي ما نطلق عليه ايه، اسئله اختياريه. يعني انا كنت انا عايز ابدا اجرب الملف. انا طبعا عايز اوضح لكم ازاي تتعامل مع الموقع بطريقه تكون طبعا الموقع زي ما انتم شايفين كاتب باللغه الانجليزيه، لكن ده ما يخوفكش خالص. سيبك من الكلام اللي هو كاتبه ده كله، انا كل اللي هعمله هبدا اقول له باللغه العربيه، انا هكتب باللغه العربيه، وهو هيبدا يستنتج ان انا عايز الاجابات باللغه العربيه. فهبدا اقول له مثلا، انا دايما لما يجي بنعمل دراسات سابقه كل اللي يهمنا في البحث ايه؟ ان احنا عايزين نعرف اهم النتائج، طبعا عايزين هدف البحث، عايزين نعرف كمان العينه المستخدمه، عايزين نعرف الادوات، الاساليب الاحصائيه، اهم النتائج، لو في توصيات، يعني ممكن نجمع الكلام ده كله في برومبت واحد ونبدا. خليكم برضه حضراتكم ملاحظين هنا، انا لو وقفت هنا بيقول لي طبعا فايلز، عندك فايلز، عندك 3 ملفات كل 24 ساعه، وده 3 ملفات، عندك 24 سؤال كل، يعني عندك 30 سؤال كل 24 ساعه. برضه عندك هنا حكايه 20,000 توكنز. التوكنز مقصود بيها، لو انت وقفت هنا بيقول لك التوكنز دي طبعا مقصود بيها وحده المعالجه المستخدمه بالاي اي بروسيسنج، والموقع طبعا بيستخدم تشات جي بي تي 4، عشان كده يعني في ليميت شويه. لكن انا هقول لك برضو يعني ازاي تخلي ال 20,000 دولار يزيدوا عن هذا الحجم، هقول لك ازاي. لكن انا بتكلم على انك انت 20، هنا مثلا قال لك الملف ده استغرق منه 14,000، يعني 15,000، يعني اللي فاضل ما ينفعوش، كان نعمل ملف تاني. طب ازاي ان انا ازود؟ هقول لحضراتكم. خليني بس ان انا قبل عشان ما انساش، انت لو رحت عند جيت فري هنا، لو انت اخدت اللينك ده بتاعك ده هوت، او اللينك ده هوت كده، وانت جاي عامل له كابي ونسخ وبعته لحد، الحد ده هيستفيد انه هياخد يعني ما يقرب من 20,000 توكن برضه، يعني بيديله امكانيات، وحضرتك هتقدر تستفيد لو انت يعني محتاج الكلام ده. لكن انت يوميا زي ما قلت ان انت عندك الملف الواحد، او انت عندك الفرصه الواحده. خلينا بس ان انا اوضح لحضراتكم ازاي ان انا استفيد من الكلام ده.
بالرغم ان حضراتكم لو وقفتوا على علامه القلى الارضيه اللي هنا دي، هتلاقي اللغه العربيه غير متوفره، الداتش والاسبانيول والفرنشز والكلام ده كله، ولا فيش الانجليزيه. لكن انت لو بدات تكتب هنا باللغه العربيه هتجد مباشره الموقع، تعال نقول له مثلا لخص، تعال نقول له كده، وطبعا ما يهمكش حكايه السبيلنج ده، ان يكون الحروف الهجائيه لخص البحث. يعني قول له لخص البحث الحالي مثلا. زي ما انا قلت، ان بالرغم ان زي ما حضرتك شايف دلوقتي قلت له لخص البحث الحالي، بيقول لي البحث الحالي يهدف الى فهم العلاقه بين هويه المعلم المهنيه والاحتراق الوظيفي لدى المعلمات. برضه في الصين تم استخدام مقاييس مختلفه، قياس هويه المعلم المهنيه والارتباط الوظيفي وراس المال النفسي والاحتراق الوظيفي، توصيات الدراسه الى كذا وكذا وكذا، يعملان يعني راس المال النفسي والارتباط الوظيفي بيعملان، يعني كاتب لك زي ما انتم شايفين باللغه العربيه. طبعا ده في حد ذاته شيء ايجابي، ايجابي جدا، ايجابي جدا، لانه طبعا انا ممكن ان انا بقى اقول له مثلا ايه، لخص البحث على ان يتضمن. احنا عايزين يتضمن ايه يا جماعه؟ احنا دايما بنقول له ايه، الهدف من البحث، الهدف من البحث، برضو بيهمنا والمنهج المستخدم، والمنهج المستخدم، والعينه من حيث الحجم، حيث الحجم، وطريقة الاختيار اخترناها ازاي، والادوات والاساليب وادوات القياس، بس خلينا وادوات القياس والاساليب الاحصائية، الاحصائية المستخدمة، واهم النتائج التي توصلت لها. أنا عايز ملخص بهذا الشكل، يعني أنا عايزك تعمل لي ملخص يتضمن الهدف من البحث، هدف البحث زي ما أنتم شايفين، المنهج المستخدم، العينة، شايفين طريقة الإخراج، الأدوات المستخدمة، الأساليب الإحصائية، النتائج الرئيسية، شايفين طريقة الإخراج، ملخص يهدف البحث الحالي إلى فهم كذا، شايفين طريقة الإخراج اللي إحنا دايماً بنجدها في معظم، مش عايز أقول ماجستير ودكتوراه، لكن بنجدها في العديد من المواضيع. إحنا دايماً عشان كده أنا أحط لك في الرابط ده، ممكن تضيف عليه اللي أنت عايز، ممكن تقول لي أنا عايز دلوقتي الهدف، المنهج المستخدم، تم استخدام تصميم عرضي لاختيار اختبار العلاقة بين كذا وكذا، تم جمع البيانات من حجم عينة كذا في مقاطعة كذا، تم استبعاد بعض الاستجابات غير الصالحة، وبالتالي تضمن. يعني إحنا نتمنى ان يكون ده، نلاقيه في ملخص ده، غالبا بنروح للاسف بعض الطلبه ينقلوا الجزء من مكان الى ايه، من مكان الى اخر. عجبك الشرح دوت او عجبك الوصف ده، ممكن تقوم جاي واخده كابي ورايح على، او نسخ ورايح على ملف الوورد بتاعك، وتقوم جاي حاطه في ملف الوورد اللي حضرتك طبعا ممكن انك انت تستخدمه في البحث بتاعك بمنتهى البساطه. تقوم جاي بس عامل كده رايت، وتقوم جاي حاطط الكلام، ادي بقت العينه والادوات، ونصك بقى زي ما انت عايز، المنهج المستخدم، العينه، ادوات البحث، الاساليب الاحصائيه، النتائج الرئيسيه. طبعا لو البحث فيه توصيات وفيه نتائج، جميل جدا، يبقى الامر ايه، الامر هيبقى جيد جدا. فادي الفكره زي ما احنا قلنا في الجزء ده. هو زي ما قلت لحضراتكم، زي ما انتم شايفين الموقع يعني بيتميز بفكره التلخيصات ودعمه للغه العربيه، يعني انت في خلال دقائق، مش عايز اقول دقائق، في خلال اقل من دقائق معدوده يعني، امكنك ان انت تلخص البحث. كل المطلوب منك تاخد، ولو انت طبعا البرومت او اللي انا حطيته ده محتاج عليه اضافات طبعا، بالشكل ان انت ممكن تضيف عليه اللي انت عايزه. طيب لو انت بقى في النسخه البرو، انا دلوقتي دخلت على اكونت تاني، لو انت في النسخه البرو يعني النسخه البروفيشنال، اللي انت هتلاقيه طبعا مازال ان انت قدامك يعني 30، طبعا 30 بدل ما 3 بقوا 30 ملف كل يوم، عدد الاسئله برضو 30، التوكن طبعا زي ما انتم شايفين هنا طبعا عدد الاسئله بقوا 500، تمام، الفايلز كل 30 يوم بقوا 500، طبعا التوكنز بقت فوق المليون، والمليون، فبالتالي دي الميزه بتاعتها. وده ممكن زي ما قلت الميزه دي تحصل عليها بمجرد ان انت تشارك اللينك مع اي شخص، مع اي شخص اخر. الميزه برضو الاضافيه ان انت ممكن تظلل اي حاجه موجوده هنا، وليكن جدول زي ده كده، هو جدول زي ده،
وتبدأ تسأل عليه. مثلا تقوم جاي هنا اقول له مثلا اشرح النص المظلل اللي انا مظلله ده، اشرحه لي، وانا برضو بكتب باللغة العربية. فالمفروض ان هو هيشوف ايه النص اللي موجود ده، النص المظلل يتحدث عن دراسة تمت في الصين لفهم العلاقة بين الهوية المهنية والاحتراق الوظيفي، تمام، وتم استخدام استبيانات لجمع البيانات من كذا في مقاطعة تشينج، تم اختبار العلاقة. برضو هنا لاحظوا ان الجدول بيتكلم على نتائج الدور الوسيط، أظهرت ورأس المال النفسي يمكن أن يوسط تلك العلاقة، وهذه النتائج تشير إلى أهمية تعزيز الأفراد النفسي. يعني بدأ يعني إيه يفصل لك اللي موجود في الجدول اللي أنت، فأنت من حقك تظلل أي حاجة، أي جزء ممكن تظلله بهذا الشكل، تمام، وتقوم جاي برضه قايل له إيه اشرح النص المظلل. أنا بكتب بالعربي علشان خاطر إن كتير المظلل في الجدول، مثلا يعني كان اللي احنا مظللينه ده، هل النص المظلل في الجدول شن نتائج تحليل الوساطه بين الهويه المهنيه لدى المعلمين، يتم التقديم بين الانخراط في العمل الرئيسي، يظهر ان الانخراط في العمل يوجد له تاثير وسيط ايجابي بين الهويه المهنية. بيشرح لك اللي موجود في الجدول زي ما انت شايف، من خلال ممكن تسأل بقى ايه المتغيرات التابعة، ايه المتغيرات الوسيطة. طبعا الامور كلها يعني اي جزء انت يعني ممكن تظل الجزء زي ده كده، وبتسأل مثلا تسأل عليه زي برضو انك انت تقول له انك انت اشرح الجزء المظلل في هذا الموضوع، اشرح الجزء المظلل في المقالة مثلا. يعني سكت، المفروض ان انا مظلل الجزء بتاع المناقشة، يتحدث عن علاقة بين هوية الاحتراق الوظيفي، برضو ينوت بيتكلم على المناقشة ويتكلم على كذا ويتكلم على كذا. فأتمنى برضو أن يكون الموقع ده مفيد لحضراتكم. الموقع طبعا زي ما أنا قلت يعني بيجيد التعامل مع اللغة العربية في حتة الشرح وحتة التفسير. ولو عايز تسأل بقى أي شيء، خليني أختم بس، ما الأساليب الإحصائية المستخدمة في تلك الدراسة؟ إيه الأساليب الإحصائية المستخدمة؟ شوف مثلا الجزء الإحصائي إن هو استخدم SPSS، والريزالت أظهرت إيه؟ تم استخدام اختبار هيرمان، طبعا ده عشان خاطر ده الأسلوب الإحصائي فعلا، تم استخدام تحليل الارتباطات لتحليل العلاقات بين المتغيرات، تم استخدام نموذج انحدار الخطي لاختبار الوساطة، وساطة رأس المال النفسي، يعني تم استخدام نقاط متعدد لاختبار الوساطة المتعددة ورأس المال النفسي. يعني جايب لك الأساليب، إن هذه قائمة على المحتوى المذكور في المقالة، وقد تحتاج إلى مراجعة المقالة الأصلية للحصول على مزيد من التفاصيل. طبعا المقالة الأصلية هي موجودة قدام مننا، فواضح كده برضو إن الموقع ده إن شاء الله، لأن فيها جزء تحليل هو ارتباطات زي ما أنتم شايفين، الدور الوسيط هو برضو موجود، فواضح إن الملخصات والشيء جيد. أتمنى برضو يكون الموقع ده أفاد يعني في حضراتكم. إن شاء الله برضو يعني نتمنى إن يكون المواقع دي تساعد في الارتقاء بالبحث العلمي. أتمنى يكون الموقع مفيد لحضراتكم. مرة تانية كما تعودنا في نهاية أي فيديو، لك عبد الفيديو اعمل لايك، تعرف حد يستفيد اعمل له بشير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.